وعلي حمود النعيمي ومصطفى احمد مشرفي اقامه هذا اللقاء في استاد قاسم محمد. شكرا لمن ساهم في اظهار هذه المباراه بهذا الشكل الكبير ليعود الريان من جديد الى منصه التتويج ليكون ثالث مره في تاريخ الكره القطريه في نهائي الكاس، الريان في النهائي للمره رقم 14 في تاريخه، لينتهي اللقاء بالفوز بالخمسه على حساب نادي الجيش. قدم الجيش عرضا كبيرا، عرضا محترما، ولكن اصطدم بفريق كان في قمه التركيز، كان في قمه الجديه، ففاز الريان بالخمسه وخرج الجيش مرفوع الراس. مبروك للريان، هارد لك لنادي الجيش. السبت القادم ان شاء الله النهائي الحلم بين الغرافه والريان. الى ذلك الموعد لكم مني معلق اللقاء احمد الطيب كل المنى، وجميعا سنكون حاضرين ان شاء الله في استاد خليفه السبت القادم. من استاد قاسم بن حمد التقي واياكم ان شاء الله في لقاءات اخرى قادمه، والان فاصل اعلاني ونعود الى الزميل العزيز خالد قاسم من تاني.